تمديد العقوبات ضد روسيا هو الفوز الأهم لأوكرانيا على الساحة الدولية. أشار إلى هذا 120 خبيراً وصحفياً أوكرانياً من الذين جرى استطلاع آرائهم في أوائل ديسمبر. مدد الاتحاد الأوروبي القيود على روسيا حتى 31 من يوليو 2019، وهي قيود تطال قطاع المال والطاقة والدفاع. رغم جميع الصعوبات الموجودة في بيئة دول الاتحاد الأوروبي والخلافات الممكنة، جرى الحفاظ على العقوبات ضد الاتحاد الروسي. تعكرت العلاقات المجرية الأوكرانية، وعرض على شبكة الإنترنت فيديو يظهر كيف منحوا في قنصلية مجرية جوازات سفر مجرية للمواطنين الأوكرانيين. تبادلت الدولتان الاتهامات، وأعلن رئيس القنصلية في بيراهوفا شخصية غير مرغوبة فيها في أوكرانيا ثم طرد. بحثوا فضيحة جوازات السفر في قمة وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتمكن بافلو كليمكن من الاتفاق مع نظيره المجري وتخفيف حدة الوضع نوعا ما. يقولون أنهم لا يصدرون هذه الجوازات الآن ولن يصدروها، وهذا أمر جيد. تذكروا عندما قيل أن إصدار الجوازات المجرية على أراضينا لا يتناقض مع القانون الأوكراني، ولقد انتهى هذا الأمر الآن، ولكنني للأسف لا أستطيع ضمان توقفهم عن محاولة إصدار الجوازات على الأراضي المجرية حيث لا نستطيع مراقبتهم هناك. وبينما حل هذه المسألة يؤجل إلى العام المقبل، تنتظر هنغاريا نتائج الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. توجد بالفعل تصريحات من قبل القادة المجريين، وحسب ما أعلم من خلال قنوات خاصة، هي تعكس الموقف الحقيقي لبودابست بأن المجر لا تخطط للعمل مع القيادة الحالية للبلاد، وبالتحديد مع الرئيس بوروشينكو. أرسلت مثل هذه النسخ لبوتين، وأرسلتها لميدفيديف ولافروف ولسفير الاتحاد الروسي في أوكرانيا، لكل واحد منهم، ليكون هناك ما يقرأ. رئيس مجلس إدارة مصرف أوشاد بانك أندري بيشني يعرض مواد ملف الدعوة ضد روسيا المؤلف من أكثر من 30,000 صفحة. هيئة التحكيم الدولية في باريس في 26 من نوفمبر 2018 أصدرت حكماً ضد الاتحاد الروسي ليعوض خسائر تقدر بمليار و300 مليون دولار. بهذا المبلغ قدرت خسائر أوشاد بانك من الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم. ينص أمر المحكمة على أن يضمن الاتحاد الروسي دفع التعويض المناسب على الفور، وفي حال لم يجري ذلك حددت غرامة نسبية لكل يوم تأخير تبلغ قيمتها 97,000 دولار في اليوم. خرجت مؤسسة نفط غاز الأوكرانية فائزة من النزاع مع شركة غاز بروم الروسية بعد تلبية التحكيم الدولي في ستوكهولم مطالب نفط غاز وفرضه على الاتحاد الروسي دفع تعويضات لعدم توفير حجم العبور الكافي من الغاز، وبلغ حجم التعويضات 2,600,000,000 دولار. هذه العواقب المباشرة حققتها الدبلوماسية الأوكرانية في حربها مع الاتحاد الروسي الذي عانى الكثير من الهزائم الموجعة، ومن الواضح أن بلدا مثل روسيا لن يترك كل هذه الأشياء بلا اهتمام. كان العدوان الروسي في مضيق كيرش بمثابة اختبار آخر للدبلوماسية الأوكرانية، وجرى الحديث في الساحة الدولية عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بعسكرة شبه جزيرة القرم، ودعت المعتدي إلى سحب جيشه من شبه الجزيرة ووقف احتلاله للأراضي الأوكرانية. في جميع الأحوال ننهي هذا العام تحت شعار العدوان الروسي، فللأسف هذه أولوية 88% من المستطلعة آراؤهم، وكان تكامل اليورو أطلسي أولوية 60%، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى أوكرانيا اهتمام 50%، وتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز الصورة الإيجابية لأوكرانيا هو أولوية 40%. يقول الخبراء أيضاً إنه ينبغي على أوكرانيا تشكيل سياسة الجوار وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.